مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامجكم صفا والشعر. النهاردة معايا، يمكن يكون معايا ضيف مختلف خالص، ممكن تكون وظيفته مختلفة عن موهبته. معانا الباشمهندس وائل الغرباوي، نرحب بيه. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. قول لنا بقى، أنت بدأت الشعر إمتى؟ والله أنا كانت بدايتي من وأنا طفل صغير على إيد والدتي أمي، يعني من تالتة إعدادي كده بدأت أكتب كلام فوق بعضه، يعني حالات. طبعا والدتي هي اللي كانت بتساعدني بصراحة ربنا، يعني عن إن أنا أقدر أكتب وأقدر أقول اللي جوايا، يعتبر هي اللي علمتني. طيب مين مثلك الأعلى من الشعراء؟ أكيد طبعا توفيق الحكيم ده يعني حاجة عالية جدا، وأحمد فؤاد نجم، شام الجخ. تمام. طبعا عشان ما انساش حد يعني دوت من الجيل من الـ من من الجيل يعني الجميل جدا. طب تقدر تسمعنا حاجة بقى؟ طبعا. طب سمعنا بقى، تقول لنا هتقول لجمهورك ايه؟ طيب خلينا ابتدي بقصيدة اسمها دم الشهيد. تمام؟ تمام. دم الشهيد دي عبارة عن مانو دراما. تمام. تمام؟ أما يا يما ضميني يما، ضمتي ليك يا عبادة. أما يا يما ضميني يما، ضمتي ليك يا عبادة، وامسحي دمعة عينيك، ابنك عريسنا للشهادة. أصل اللي خان كلب وجبان، طلق الرصاص وقت الأذان. أما يا يما، أما يا يما. ألو يا ولدي، وحشت قلبي يا حتة منه وميتة جاي. وليه يا واد بتغيب علينا في الكلام؟ اوعاك تكون بنت الاكابر كانت خلاص عقلك يا واد. كانت من يومين عندينا قاعدة، كانت من يومين عندينا قاعدة. هاتك يا ضحك وشغل بيت وحكاوي فارغة. صحيح يا واد ورتني صورتك، الله اكبر فرحت بيك، شفتك اسد حاطط سلاحك بين ايديك. ابوك بيقول لك شطف خلاص شقتك، وعزم يا سيدي كل البلد، وحجز يا عمي بدلتك. ندر عليا يا ولد بطني لا تحزن وارجز بصارك. وابوك يا واد، وابوك يا ولدي برضو حالف هيتحزن ويرقص لدارك، وهو خلاص يا واد هانت. فاضل يومين، فاضل يومين والرؤيا يا ابني تبقى بانت، والعيد هياجي وعرسنا ياجي. بس انت تاجي، بس انت تاجي. ما تقول يا ولدي اني تاجي. فاتت ساعات، فاتت ساعات يا دوب ساعات، والصمت خيم على المكان، وفي وسط زحمة البرامج والشيف فلان، ظهور مفاجئ للمراسل هيذيع بيان. اترسمت شريطة سودا على الشاشات، اترسمت شريطة سودا على الشاشات. الأم نبضات قلبها بسرعة زادت، والأب من خوفه وجلده ملامحه شابت. ظهرت أسامي وجنبها صوت الملايكة، وفي وسطهم صرت العريس للضحكة زايدة. الأم صرخت من الوجع ما طلعش صوت، الأم صرخت من الوجع ما طلعش صوت. جواها بركان ونار وجايدة، حلفة ما تقبل العزا في ابنها، قال لما تبقى في وسط ناسها رفع راسها. سألت شويشو كيف يا ولدي ابني مات؟ ميت جبان ولا واقف في الميدان وكان بطل على أرضها؟ ما همهاش ان البطل فارق حياته، كان المهم عندها ازاي وكيف لحظة وفاته. سألت شويشو كيف يا ولدي ابني مات؟ ميت جبان ولا واقف في الميدان وكان بطل على أرضها؟
وكان بطل على أرضها. صرخ الشويش وبحرجة جال يا أم صلبة كالجبال، ابنك بطل نال الشهادة وكان مكانه وسط الرجال. كشفت على وجه البطل بسط الجبين، كشفت على وجه ابنها باسط الجبين. زغروتة مكتومة في حلقها والدمع سارخ من العينين، وبصوت حزين قالت يا واد فينا وعد، قالت يا واد فينا وعد، وبالشهادة أنا فرحانة لك، وإذا كان على وعدي معاك رح أوفي وعدي، رح أزف يا ابني لحد دارك. أصل الحكاية ما انتهتش، وليا طار من اللي خانك، ومهما طال غدر الكلاب رح ياجي يوم، رح ياجي يوم واخد قطارك. كل شاعر قبل ما بيكتب شعر بيعيش قصة معينة. تمام. انت بقى كتبت القصة دي ليه اصلا؟ هقول لحضرتك، طبعا احنا كلنا بكينا دم رمضان اللي قبل اللي فات. الكلام ده صحيح، يوم وفاة الشهداء 21 شهيد. قبل الفطار كان الغدر والخاين استغل ان صايمين وبيصلوا وضرب عليهم النار. كان في وسطهم جندي فرحوا تاني يوم العيد. ربنا طبعا يصبر اهله يا رب، حق جنب يا رب، ويصبر والدته يعني، ويصبرهم كلهم يا رب. امين يا رب. طبعا احنا عاوزين نقول لاهل الشهداء ان ربنا طبعا يصبرهم، وطبعا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ولكن يعني هو ميت شهيد طبعا، احنا كلنا حزننا يعني، كنا يوم عيد كله منتظر ان هو هيقضي اليوم ده مع اهله، ولكن كان في اختلاف خالص يعني، كان يوم مؤاساة على جميع كل المصريين. ايوه، بس انت استاذ وائل عملت حاجة مختلفة، انت مسكت قلمك وعبرت بيه وكتبت، ودي حاجة كويسة. هو قبل الشاعر عموما، قبل ما بيكتب او قبل ما بيعمل اي حاجة خالص، هو بيعيش القصة نفسها. لازما عشان خاطر الشاعر يقدر يخرج موهبته للناس، اقدر اوصل بكلامي لقلوب الناس، لازما اعيش القصه دي، ادخل نفسي في محتوى القصه دي. تمام. نتنقل بقى لتجاربك الشخصيه. تمام. انت كتبت كذا قصيده كده عن تجاربك الشخصيه. في منهم سمعناها وفي منهم ما سمعناهمش. تمام. فسمعنا حاجه كده بقى عن تجربتك الشخصيه. حاجه جديده يعني؟ طيب. خليني أقول ما عدتش قادر أرجعلك، ما عدتش قادر أرجعلك، ولا عمري هفكر فيك، ولا هقبل أكون طيب وأفضل لعبة في إيديك. وعودك ليا كانت خاينة، ورابط بيني وبينك حبال دايبة، سكنت الروح مانيش ناكر، سكنت الروح مانيش ناكر، وقلبي للعذاب سافر، وعشت معاكي أجمل وهم. صحيح القلب كان مفتون، وعشق ليكي كان مجنون، لكن لازم أفوق من الحل، فأنا ليه هنشغل بيكي وأنهي حياتي بعديكي؟ ما أصل بعيدة كل البعد، عيني وعينك تتلاقى، عينيك وعيني تتلاقى، وقصتنا أساسها وهم، فبلاش تقولي مشتاقة، وإن الدمع ملاجفني، وإنك حفرة في قلبك حروف اسمي، حروف اسمك، وإن الوداع بينا هيبقى صعب، لعمر الدمع شاف عينك، ولا اللي كان بيني وبينك أساساً حب عادي، أصل بحر حبك مش غويط، بحر حبك مش غويط، واللي كان بيني وبينك شيء عبيط، شيء بسيط، حب عادي ما هوش عبادة، يعني لو قلتي فراق مش راح أنول شرف الشهادة، حب عادي ما هوش عبادة، يعني لو قلتي فراق مش راح أنول شرف الشهادة، أصل اللي كان بينا وجع ما هوش غرام، وانت حبك مش طبيعي كان أساسه الانتقام، كنت شايفة في شكل صورته وكتير سرحت، وكتير سرحتي ونسيتي اسمي وقلتي اسمه، يعني ببساطة اللي ما بينا كان شيء سخيف،
واللي كان رابط ما بيننا خيط عنكبوت هين ضعيف. فما تزعليش، فما تزعليش يا ست الناس، انا الغلطان. صنعت من الخيال توبي وقلت عليكي محبوبي، وعينت العيون حارسة على عيونك، دويت الجرح من قلبك وسبت الجرح انا لقلبي، ونسيت اللي لابس توب الخيال يا ستي متعرف. فما تزعليش، فما تزعليش يا ست الناس، صنعت من الخيال توبي وقلت عليكي محبوبي، وعينت العيون حارسة على عيونك، دويت الجرح من قلبي وسبت الجرح أنا القلب، ونسيت إن اللي لابس توب الخيال يا ستي متعري. تليفوني. تمام. ألو. ألو. السلام عليكم مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. أخبار حضرتك إيه؟ ده نور استاذ الشاعر الجميل. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. بتاعته جميله بجد، بتمس القلب كده، وتحسي بيحس بالشهداء اللي ماتوا، وحاجه كده بتوصف الاحاسيس اللي كلها بتحسها من الحزن اللي عند الشهداء بجد اهلهم. ربنا يصبرهم. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا فندم، شكرا ليكي. الله يخليك. عايزين تألق بقى يا استاذ الشاعر قصائد احلى واحلى. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله يا فندم، تحت امرك. شكرا جدا على السلامه. الف سلام. انت طبعا لسه الوقت قايل لنا قصيده عن تجربتك الشخصيه. تمام. ايه اللي حصل يعني؟ سابتك ازاي؟ لا هو بصي، مش سابتني، انا اللي سايب. لا لا بصي اقول لحضرتك على حاجه، هو يعني انا ما سبتش ولا سبت. تمام. هو عباره عن مثلا انا قصه عاطفيه ما بين واحد صاحبي بيحب واحده. تمام. احنا لسه قلنا تجربه شخصيه. لا يعني. هو مش تهرب ليه بقى من السؤال؟ لا والله مش تجربه شخصيه، اكتر ما هو ان احساس. ما انا قلت لحضرتك قبل ما بكتب لازم انا احط نفسي في تجربه شخصيه مع ده. تمام. تمام. يعني بمعنى اصح انا وصفت الحاله ان واحد صاحبي حب واحده. فمثلا هي كان يعني انتقمت منه في صوره حبيبها الاولاني. فانا كتبت القصيده عن القصه دي بس مش اكتر، يعني انا عباره عن حالة قصصية بس أو شعر قصصي. معانا مكالمة من الشاعر محمود عبد الله. محمود عبد الله الشاعر الكبير حبيبي. ألو ألو، مساء الخير. ألو، مساء الخير يا فندم. إزاي حضرتك يا أستاذ صفا؟ الحمد لله تمام. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله تمام والله. تحياتي لحضرتك ولكل القائمين على القناة، وتحياتي لصديقي الجميل استاذ وائل راكم. حبيبي يا شاعرنا. حبيبي يا وائل، احسنت وكنت هايل النهارده. ما تحرمش منك تعليمك والله يا حوده. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا شاعرنا. جمهورك كان متاخر قوي يا وائل، يعني انت المفروض تاخد فرصتك قبل كده وتظهر في قنوات كتير قبل الوقت ده. ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. يا ان شاء الله يا شاعر والله، وما شاء الله على فكره لدغه عقرب، حاجه فوق الخيال، حاجه فوق الروعه. ربنا يخليك. ما شاء الله يعني. عايزك يا حبيبي. ما شاء الله يا حبيبي، ربنا يخليك. معانا مداخله ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. ماشي حبيبي. حبيبي فنان. شكرا لك يا استاذ محمود. معانا مداخله ثانيه، بس المداخله الثانيه هي مفاجاه لحضرتك. معانا والده حضرتك. امي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا استاذه، ازيك منوره الشاشه. ربنا يخليكي. الله يخليك. ايه الجمال ده؟ ربنا يخليكي يا فندم. امي حبيبتي. الله يخليك يا حبيبي. ما تحرمش منك يا ماما ابدا. الله اكبر عليك والله يا ابني، جميل والله. ربنا يخليكي يا ماما. كده بيمس القلب فعلا. ربنا يخليكي يا امي، ما تحرمش منك يا رب ابدا. تعيش يا حبيبي وبالتوفيق ان شاء الله. تفضلي كده دايما منوره حياتنا يا امي. تعيش يا حبيبي، تعيش. الله يخليك. ربنا يخليكي يا حبيبتي يا رب. الله يخليك يا عمر. اشكر لي الكف اللي عندك كله. ربنا يخليكي يا حبيبتي يا رب. شكرا لك. شكرا لك يا ام. هنرجع تاني بقى لموضوعنا. تمام. واشعارك الهايله جدا. الله يخليك يا رب. طبعا انا اتفاجئت جدا ان انت كمان مش شاعر باللغه الفصحى، ولكن شاعر بلغه اهل الصعيد. اه، اللغه اللي احنا كلنا بنحبها. روعه.
طبعا اهل الصعيد يعني احنا لو اتكلمنا عنهم فهم اهل طيبه واهل كرم طبعا، واهل كل شيء واهل علم واهل ايمان. واكتر كلام يوصل للقلب هي لغه اهل الصعيدي. لهجه الصعيد. بس انت اصلا في الاصل حضرتك صعيدي. انا اساسا من بني سويف، اساسا من بني سويف، من مركز بيبا قريه سادس الامراء. تمام. نقول بقى نرجع لموضوعنا تاني. تمام. ونخلينا في تجربتك الشخصيه. انت برضو مصممه. طيب. ده يمكن يكون سوء في التفاهم، يعني انت قصيدتك بتدل ان انت فقدت الثقه فيها. ممكن يكون سوء تفاهم حصل ما بينكم. لا، هو هي قصه، هو انت مصممه برضو ان القصه معايا. هو عموما بصي اقول لك، اصل انت عايش التجربه وحاسسها، فكل المشاهدين دلوقتي اللي بيتفرجوا عليك يعني انت كنت هتدمع وانت بتقول القصه. لا، ما انا قبل ما بكتب القصيده لازم اعيشها، لازم اعيشها، لازم ادخل نفسي في اجواءها. يعني انا في حاجات بكتبها عن نفسي، يعني مثلا عندك واد فلاتي. واد فلاتي. واد فلاتي دي بقى اللي حكايه تانية خالص. دي انا كتبتها عن نفسي. هتقولها لنا وبعد كده نرجع نشوف بقى موضوعها كان ايه. تمام. طيب. قالوا عني واد فلاتي مغنوات بتاع بنات، شاب مجنون عقله فاضي، كل ماضي وماضي ألعن من اللي فات. قالوا كل يوم يسهر ليلاته، واللي باقي من حياته عايشه بس عشان يشاغل في الصبية. فبلاش تملكيه حياتك وتخلي قلبك ملك ليه، فبلاش تملكيه حياتك وتخلي قلبك ملكي ليه. ولو رمى السلام عليكي اوعي تاجي تردي عليه. قالوا عني واد فلاتي مغنواتي بتاع بنات، شاب مجنون عقله فاضي، كل ماضي وماضي ألعن من اللي فات. قالوا كل يوم يسهر ليلاته، واللي باقي من حياته عايشه بس عشان يشاغل في الصبية. فبلاش تملكي حياتك وتخلي قلبك ملك ليه، ولو رمى السلام عليك اوعي تفكري تردي عليه. قالوا عني وحذروكي، بس ينسوا يحذروني من عينيكي، سهم رمشك ايوه صدني، خلى قلبي عاشق جنانك، طفله عايشه جوا منك والجمال مخلوق عشانك، عصفناي بسمع في صوتك، عصفناي بسمع في صوتك، والدلع مرسوم في عودك، عارف اني في وصفي ليكي عديت حدودي، بس كل املي منك تسمحي لي اجي حدودك. قالوا عني. هي جميله جدا، بس ايه قصتها بقى؟ بس انا عارفه القصه، فاحنا على الهوا. طيب، هو قصتها انا لما جيت اتقدم لزوجتي طبعا وعشره عمري وحبيبتي ونور عينيا وام اولادي، ربنا يبارك لك فيها ويخليها لك، فراحوا سالوا عني وكده. فطبعا اخو زوجتي لما راح سال عني كل اللي يجي يكلمه يقول له لا ابعد ده بتاع بنات. فلقيت رساله مبعوثه لي كل شيء اسمه ونصيب. طب انا بحبها جدا، خلاص ما ينفعش. يعني كان في ودي بينكم يعني قبل الخطوبه يعني. فاضطريت ان انا اروح عندهم. قلت لهم طيب انتوا رافضيني ليه؟ قالوا لي يا رد نسيب. قال لي يا ابني ده بيقولوا عليك بتاع بنات. قلت له يا سيدي انا فلاتي، قالوا عني واد فلاتي مغنواتي بتاع بنات. بس القصه في الاخر خالص ايه؟ ان انت تبت على ايديها. تبت على ايدك خلاص، انا من ساعه ما لمحتك خلاص انا لا فلاتي ولا بتاع بنات، خلاص انا بتاع ربنا. خلاص على كده. طب انت حاليا يعني خلاص؟ لا خلاص الحمد لله بفضل المولى عز وجل. لا خلاص خالص. متاكد؟ لا 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 الحمد لله، ربنا يا رب يبارك لي فيها يا رب. يا رب ربنا يبارك لك فيها. في الجنه يا رب. يا رب. يا رب يا فندم يا رب. طبعا القصائد بتاعت حضرتك جميله جدا. ربنا يخليك يا استاذ. والاداء نفسه كويس جدا. ما تحرمش من حضرتك يا رب ابدا. واحنا بقى حابين نسمع حاجه منك، بس حاجه مختلفه. طيب هقول ايه؟ هقول اغنيه. هتقول اغنيه؟ انت ليك قصيده. دي كلماتك. حاجه عن سينا. عن سينا؟ عن سينا لا. لا يعني. طيب اوكي تمام. عن سينا لا. تمام. تمام. بس في حاجه يعني في تخاطيف صغيره كده. طب قبل ما نرجع تاني ونقول احنا كان معانا دلوقتي مداخله. تمام. معانا اتصال تليفوني. الو.
تقريبا الخط قطع. تمام. نرجع تاني لكلامنا تاني. تمام. طبعا انت قلت لنا مثلك الاعلى من الشعراء قلت لنا عليه، وقلت لنا طبعا انت بدات تكتب يعني من وانت في ثالثه اعدادي. اه. انت بقى يعني حضرتك ازاي جعلت يعني نميت الموهبه بتاعت حضرتك؟ يعني هقول لحضرتك على حاجه. في البدايه خالص يعني انا كنت بكتب حاجات بسيطه خالص. حاجات زي اي طفل بيكتبها. زي مثلا وطبعا طبعا طبعا الفضل الاول والاخير لوالدتي. تمام. فكنت مثلا بكتب مثلا حاجه مثلا اسمها مثلا ظهور النور. ظهر الرسول كبدر البدور، جعل الدنيا نور على نور، رفع الاذان في كل مكان، قال للناس كلها احرار. بالتسلسل. يعني حاجات كانت لسه ليك بدائيه. اه الله يفتح عليك. فهمتني؟ فلما قريت اما 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 بتقري وبتتعلمي يعني ايه شعر، فبتعرفي يعني ايه قافيه، وبتعرفي يعني ايه نث، وبتعرفي يعني ايه وزن، بتعرفي يعني ايه شعر مسرحي، يعني ايه شعر غنائي، يعني ايه شعر ملحمي، يعني ايه شعر قصصي. الشعر اللي انا قلته الاول خالص دم الشهيد ده دمج ما بين شعر ملحمي وشعر قصصي. هو بالمناسبه قصيده واد فلاتي ديت لما نزلت على اليوتيوب انا كصفه فكرتك استاذ هشام. لا هي قريبه منها جدا. ايوه فكلهم قالنا ان انت حضرتك مقلد لاستاذ هشام. لا هو في ناس كتيره فعلا بتتكلم ان انا على اساس اللهجه الصعيديه بس مش اكتر، انما انا مش يعني مش قصه. طبعا الاستاذ هشام الجخ ده يعني مثل اي حد ده 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 يعني حاجه كبيره بالنسبه لي يعني. تمام. ويشرفني على فكره ان انا اقول بطريقته، بس عموما انا مش بقول بطريقته، مش قاصد ان انا اقول بطريقته اكتر من ان انا الكلام اللهجه نفسها اللي انا بقول بيها هي اصلا دي لهجتكم اكتر يعني اكتر لهجه بتدخل القلب. غير كده هي دي لهجتي يعني. يعني انا ممكن اكون متصنع، ممكن اكون متصنع اللهجه اللي انا بتكلم بيها دلوقتي، لان انا اساسا من الصعيد. تمام. فدي لهجتي بس انت يعني عايزين نتكلم حضرتك كده عن حياتك الشخصيه. تمام. يعني انت بدات دراسه وفي نفس الوقت بتكتب شعر، يعني كتابتك للشعر ما شغلتش عن الدراسه، ولا كان في كواليس كده بتظهرك او بتاثر عليك فبتخليك تكتب اكتر وتنفعل اكتر وتعبر اكتر؟ طيب بصي هقول لحضرتك على حاجه. اي هوايه في الدنيا بتكبر بالتدريب. اي هوايه بتكبر بالتدريب. تمام. يعني بمعنى اصح انا بكتب شعر فانا عايز اتدرب اكتر فهقدر اقول اكتر. فهمتيني؟ معانا مداخله تليفونيه. تمام. بس هي مفاجاه كمان، معانا مكالمه من اخت حضرتك. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور لحضرتك. معاكي استاذ وائل. يا حبيبي عامل ايه؟ بنيه حنان. نونا وحشاني. حبيبي عامل ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني كتير. دايما منور يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي يا رب، منوره بوجودك يا حبيبتي. مشرفانا استاذه صفا طبعا وجميع كاست البرنامج. الشرف لنا يا فندم وباتصال حضرتك. ربنا يخليك يا حبيبتي. حضرتك جدا. وعايزه اقول لك ان فعلا والله وائل كان المفروض ان يظهر من زمان. لا ده منصور وهو موجود. ما هو فعلا هو شاعر ممتاز جدا، كان مختفي فين الفتره اللي فاتت دي كلها. والغنى كمان يعني، هو في غنى وفي شعر. تمام. وعايزه اقول لك ان عنده حاجه لسينا، جندي شهيد. لا ده كان اطفال بقى دوت يا نونا. ايوه بس يعني بتظهر من وانت طفل. طب نخلي القصيده ديت الحلقه الجايه. ان شاء الله. يعني عشان وقت حلقتنا وعلشان الضيوف عايزين يتعرفوا على استاذ وائل اكتر. ربنا يخليك يا فندم. انا بحب بس اقول لك ان من نجاح لنجاح يا رب، ومنور الدنيا كلها. ما تحرمش مني كمان ابدا. معانا مداخله تليفونيه. يعني حضرتك يعني قلت لي ان انا مش ظاهر، بس المفاجاه ان حضرتك ظاهر جدا. هو الحمد لله انا ما حدش بيتفرج عليا غير حضرتك وامي. معانا مداخله كمان. الو مساء الخير يا فندم. الو الو مساء الخير يا فندم. مساء النور حضرتك. الو الو ايوه مع حضرتك يا فندم. سامع حضرتك. الو سامع حضرتك يا فندم. ده بوطي يا فندم صوت التلفزيون شويه ممكن. ماشي حضرتك.
ممكن اكلم استاذ وائل لو سمحت؟ اتفضل استاذ وائل مع حضرتك. مع حضرتك. عامل ايه يا وائل؟ الحمد لله. الله يبارك معاك. حبيبي يا محمد. حبيبي. ما تحرمش منك. ربنا يكرمك يا رب دايما وفي توفيق يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك يا محمد يا رب ما تحرمش منكم يا رب ابدا. انا خدت كده قطع. شكرا للاتصال. طبعا كل اللي كانوا موجودين معانا، ولكن نرجع تاني للوائل استاذ وائل ويحكي لنا بقى عن دراسته وازاي ما جعل موهبتك ديت ازاي نمتها. يعني انت كنت داخل على امتحانات ودراستك طبعا كانت فتره صعبه جدا، مش سهل ان انت تمسك القلم وتكتب. انا هقول لحضرتك، انا كنت في المعهد اشطر ماده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. العربي اشطر ماده كنت فيها كان المسرح. كان النشاط يعني عموما يعني تمام النشاط المسرحي. باقي المواد بفضل من الله عز وجل كنت الحمد لله يعني طلعت بيه بجد والله. بس يعني اقول لحضرتك يعني الـ هو كل اللي فيها ان انا كنت حابب ان انا اكتب، حابب ان انا اوصل صوتي للناس، حابب ان انا حاسس ان انا عايز اوصل لقلوبهم. انا مش عايز ان انا اوصل لودان المستمع بس، او ان انا المستمع يسمعني وخلاص على كده، لا انا عايز اوصل لقلبك، انا عايز اوصل لقلبك. فعشان كده بحس الكلمه قبل ما اكتبها، قبل ما اكتب الكلمه بحسها. فاهماني؟ تمام. يعني في مثلا عندك قصيده مثلا ام بتكلم ابنها. استاذ وائل شكرا ليك. شكرا يا فندم. الوقت عدى مع حضرتك بسرعه جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا فندم يا رب. انا سعيد جدا بلقاء حضرتك والله، وسعيد جدا بالقناه الجميله ديت والله. ونتمنى لقاء اخر ان شاء الله. ان شاء الله اكيد يا فندم طبعا. ربنا يخليك يا فندم. شكرا ليك وشكرا لكل المشاهدين. ميرسي جدا لحضرتك. وانتظرونا في الحلقات القادمه ان شاء الله.